النعناع خصك تستغنى عنه ما تاخذوش الا كان مداوي. علاش؟ تا الى غوسو دي بيستيسيد. هذاك لي بيستيسيد الا مشيتي شامبيون غتجيك الدوخه، غتمكن تعطيك واحد المشاكل من ناحيه لي زورمون، غادي يمكن تعرض نفسك للكونسير. ولهذا الا شتي شي نعناع متقوبه شي شويه ما حتى مشكل، خذها كلها، ولكن النعناع اللي تتكون مداويه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيبا سي ان افروديزياك، انا افروديزياك هو تي الا شربتي كويس ديال الشيبا مزيان تضربها بشي دوخه كما ينبغي، قل من الكيف ولكن تقريبا بحال الكيف. ما الشيبا هي شي شويه بس سخون وصافي، ما ديش بزاف بلا قياس. والحبق علاش كيصلح؟ الحبق تيجي لي على الناموس، هادشي اللي تيقولوا. ولا كنت تعرف تصوب الكغاتان سلام تخيرك، ولا شي بيتزا، ولا شنو اخر لي بات، ولا شي حاجه تاخذ شي طريب ديال الحبق، ولا شي شويه ديال الازير. تا هو تنديروا ريقات ديال الازير ولا ديال الحبق. هانتوما شوفوا كي تنبسوه بطريقه ماشي صناعيه، بطريقه فيزيولوجيك بيولوجيك ما فيها حتى شي حاجه. وغادي من بعد غادي نحكوه وغادي نخبعوه في واحد كويس ديال الجاج ماشي ديال البلاستيك، ومن يحتاجوه في كل وقت تنخرجوه.